بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محطات من حياة الفنانة تحية كاريوكا وعلاقتها بفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. توفيت تحية كاريوكا في 20 سبتمبر سنة 1999 وكانت تلقب بسيدة الرقص الشرقي. وبعد حياة حافلة بالفن والنضال والحب والزهد والأحداث الساخنة بدأت خلالها في التمثيل والرقص والمواقف الوطنية، لكن حياتها تغيرت في الفترة الأخيرة اللي قالت عنها الفنانة رجاء الجداوي بنت أختها إن خلال 26 سنة الأخيرة كانت متفرغة للعبادة، تقرأ القرآن وتروح تحج وتعمل عمرة وبتستعد لمشوار الأخير. وخلال الفترة دي عرفت الفنانة تحية كاريوكا بالشيخ محمد متولي الشعراوي وجمعته بها العديد من المواقف. أول مرة كانت كاريوكا تشوف فيها الشيخ الشعراوي لما كانت بتؤدي العمرة، كانت وقتها اعتزلت وارتدت الحجاب، شافته في الفندق ونادت عليه بس هو ما سمعهاش لأن كان فيه زحام كتير في الفندق، فقعدت تنادي عليه عدة مرات وقالت له يا شيخ شعراوي أنا صوت اتبح وأنا بنادي عليه، فقال لها معذرة انا ما سمعتكيش. عرفته بنفسها وقالت له انا تحية كاريوكا، قال لها لو عرفتك لاتجهت اليك رأسا لا رقصا. فطبعا كل اللي موجودين ضحكوا ودعا لها الشيخ الشعراوي، فكانت بعد كده بتلجأ له في اشياء كتيرة تستشيره وتسأله في امور الدين. المكير محمد عشوب حكى عن علاقة تحية كاريوكا بالشيخ الشعراوي، قال انها كانت بتعتبره ابوها الروحي وانه تدخل لحل مشاكلها مع زوجها فايز حلاوة بعد ما طلقها وطرد من شقتها ودعاها في احد الفنادق وطلب من حلاوة انه يدفع لها 500,000 جنيه نفقة متعة. فنظر حلاوة لتحية وقال لها يعني سنة المتعة تقف بكام؟ طبعا ده اغضبها جدا وشعرت انه اهانها، فقامت قذفته في وجهه بالطبق، رمت الطبق في وشه. عشوب بيقول ان شقيقه المحامي مصطفى عشوب تولى القضية اللي رفعتها تحية علشان تسترد الشقة بتاعتها، لكنه فوجئ في يوم باتصال منها قالت له ما تطلبش درش ما تحضرش الجلسات. فاتصل هو وشقيقه بالشيخ الشعراوي علشان يقولوا له ان هي قالت كده، ولما تحدث معها وسالها عن السبب قالت له تحية الراجل متجوز ومعاه مراته ومعاه بنت هيروح بيهم فين، وانا كبرت والشقه كبيره عليا ومبسوطه في الشقه اللي انا فيها. فالشيخ الشعراوي لمعت عينه بالبكاء وقال بدات اغير منك يا تحية لان ربنا بنالك قصور في الجنه. حكت الفنانه الراحله رجاء الجداوي قصه الطفله اللي وجدتها تحية كاريوكا على باب شقتها قبل وفاتها بعامين ونص. لقت قدام باب شقتها طفله مولوده بدمها لسه، فخدتها واعتنت بها واتصلت بالشيخ الشعراوي وقالت له انها عايزه تربي البنت دي، فقال لها اكفوا ليها وسميها عطيه الله وهتكون مفتاحك للجنه. وقالت كمان انها كانت بتعشق الطفله دي، كانت الطفله دي مصدر سعادتها، ولما دخلت العنايه المركزه طلبت ورقه كتبت اسم فيفي عبده واوصت بان تتولى فيفي عبده رعايه الطفله بعد وفاتها. والجداوي قالت كمان عن خالتها انها بعد ما اتطلقت من فايز حلاوة، وفي روايات اخرى ناس بيقولوا طردها بملابس النوم لدرجة انها احرجت تنزل فنزلت من سلالم الخلفية اللي بسموها سلالم الخدم يعني. في رجاء بتقول انها كلمتني وصممت تأجر اوضة وصالة في ميدان الدق ورفضت تعيش معاي رغم ان مواردها ضعيفة ما كانش معاها فلوس، لكنها كانت حريصة على انها تعمل اكل وتقف في مدخل البيت وتوزع على العمال والناس الغلاب، وان جالها اي فلوس فكانت تروح السيد البدوي والسيدة نفيسة وتوزع أكل. ولما اسالها معاكي فلوس علشان تعملي كده تقول لي كل معلقه بتدخل جوف انسان ربنا بيرزقنا عليها. وقالت كمان رجاء الجداوي كان عندها رضا وزهد مالوش حدود رغم انها خسرت هدومها ومجوهراتها، ولما كنت اقول لها مش زعلانه على حاجه تقول لا لو في قرش واحد حرام ربنا كرمني خلصني منه. كاريوكا كان يمكن ان لا يكون معها في نهايه حياتها سوى 5 جنيه، ونلاقي الطالب لا يستطيع دفع مصروفات المدرسه كانت تديله ال5 جنيه وتروح تستلف من البواب لحد ما يجي لها فلوس. صعدت روح تحية كاريوكا لبريئها في 30 سبتمبر سنة 1999 بعد حياة حافلة بالفن والنضال والعذاب والمجد والشهرة والزهد والورع، وودعها آلاف الغلابة والفقراء اللي أطعمتهم بالدموع الدعاء من مسجد السيدة نفيسة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.